فقدت العملات الإلكترونية منذ بداية العام الجاري قيمتها السوقية أكثر من 156 مليار دولار بنسبة خسائر تقدر بحوالي 22%، بعدما تراجعت من مستوى 712 مليار دولار في بداية العام إلى حوالي 556 مليار دولار خلال العام تعاملات أمس. ورغم قوة انتشار عملة بيتكوين، لكن أول تصنيف للعملات الإلكترونية حمل مفاجأة كبيرة، مفادها أن عملة إيثريوم تفوقت على بيتكوين في التصنيف. وفي تقرير أصدرته شركة ويز ريتينجز، ذكرت أن عملة إيثريوم هي التي حصلت على أعلى تصنيف عند بي، بدعوى أنها تتمتع ببعض المزايا، منها الاستفادة بالتكنولوجيا الأكثر حداثة وسرعة، فيما حصلت عملة بيتكوين على تصنيف سي بلس لأن العملة واجهت تضييقا عبر شبكة الاتصالات تسبب في تأخير وارتفاع تكاليف المعاملات.